القاعدة الخامسة عشر: الشرك في الربوبية مقدمة الشرك في الألوهية. نعم، إذا بدأ الإنسان الشرك بالربوبية انتقل بعد ذلك الشرك بالألوهية. إذا اعتقد أن هذه الأصنام تنفع وتضر سيعبدها من دون الله تبارك وتعالى. إذا اعتقد أن الشمس تفعل كذا إذن سيعبدها ويدعوها من دون الله تبارك وتعالى. إذا اعتقد أن الفأر هو الذي يجلبه الخير، إذا اعتقد أن البقرة هي التي تأتيه بالنعمة، إذا اعتقد أن الشجرة هي تفعل كذا عبدها من دون الله تبارك وتعالى. فتوحيد شرك الألوهية مرتبط بشرك الربوبية. فمتى اعتقد أن غير الله له التصرف وله الفعل ولا طبيعي جدا سيعبده، طبيعي جدا أنه سيعبده من دون الله تبارك، لأنه يعتقد أن فيه الخير وفيه الشر وفيه كذا، وهو الذي يعطي وهو الذي كذا. اسأل كل من يعبد من دون الله تبارك وتعالى: لماذا تعبده؟ قال: شفعاؤنا عند الله، قال: هي ترزقنا، قال: الأصنام تحمينا من أعدائنا، قال: الشمس تعطينا القوة والصحة والعافية، كل هذا. فشركه بالربوبية هو الذي أدى إلى شركه في الألوهية. فبعد ذلك صار يدعو هذه الشمس ويدعو هذه القبور ويدعو من دون الله تبارك وتعالى، لأنه اعتقد فيها شيئا من الربوبية. فإذا اعتقد فيها شيئا من الربوبية وقع في شرك الألوهية والعياذ بالله. نعم.